في المعارك اللي هي دون كيشوطية وفي المعارك لا تقدم ولا تؤخر. على سبيل المثال أكتفي بذكر 5-6 ديال المواضيع. الموضوع المرتبط بما يمكن أن نسميه بالتكلفة اللي كتكبدها بلادنا من جراء التضخم المؤسساتي والبيروقراطية الثقيلة. إلى درنا تشخيص البناء المؤسساتي والبناء الإداري والبيروقراطي، من المؤكد أننا سنتفق جميعا على أن هناك الكثير من الجوانب التي تفيد بأن هناك تضخم في البناء المؤسساتي وفي البناء الإداري. ماذا أنتم فاعلون؟ ما هي استراتيجيتكم؟ ما هي سياستكم لمواجهة هذا التضخم؟ صاحب الجلالة في الخطاب الأخير من واحدة من الأوراش الاستراتيجية التي دعا الحكومة إلى إعطاء أولوية قصوى لها هو هذا الموضوع ديال الإصلاح الإداري، هذا الموضوع ديال معالجة التضخم المؤسساتي. القضية الثانية، ما دمنا نبحث عن المسالك والبدائل اللي من شأنها أن تسد الفجوة التي تعاني منها ميزانية البلد. قضية الموظفين الأشباح، قضية الموظفين الأشباح، سيد رئيس الحكومة المحترم، هذا وزيركم وزير الشؤون العامة سي بوليفلي كان معنا وانسحب، يعترف لما أصبح وزيرا في لقاء جماهيري بمدينة طنجة، وهذا الاعتراف تصريح ديالو موثق بالصوت والصورة، يعترف بأنه في القطاع الوظيفة العمومية هناك، اسمحوا لي نبحث على التصريح ديالو باش ما نسبليش شي كلام يعني. باقي 3 دقائق. يعترف بأن هناك ما بين 80 إلى 90 ألف موظف شبح. إذا كان غلط يصحح المعلومة ديالو، ما كانش غلط، إذا كان هذا الشيء صحيح، نحن نعتقد بأن الخزينة ديال بلادنا يمكن أن توفر المراير إذا تمكنت الحكومة من إعداد سياسة وقرارات جريئة لمعالجة هذا الإشكال. الإشكال الثاني الثالث يتعلق بتنامي آفة التزوير. واش عندكم سيد رئيس الحكومة دراسة مضبوطة دقيقة حول حجم الخسائر اللي كيتكبدها اقتصاد البلد من جراء التصريحات المغلوطة، الإغراق التجاري، آفة التزوير، التهرب والتملص الضريبيين اللي بحسب المعطيات اللي عندنا 42 مليار درهم كيخسرها بلادنا من جراء هذا التملص وهذا التهرب الضريبي. تهريب الأموال إلى الخارج، السيد الرئيس المحترم، مؤسسة انتجريتي فينانشال جلوبال كتقول 328 مليار درهم تم تهريبها بصفة غير قانونية وغير مشروعة إلى الخارج. ما بين 2005-2008 فقط تم تهريب ما يناهز 80 مليار درهم، وبذلك المغرب يحتل حسب هذه المؤسسة الدولية المرتبة 6 عالميا من حيث تهريب الأموال بطرق غير مشروعة. ماذا أنتم فاعلون؟ علما بأنكم في لقاء جماهيري ديالكم شخصيا في ضواحي مدينة مكناس تكلمتوا على التماسيح وعلى العفاريت وتكلمتوا على العديان، وحددتوا شكون هاد العديان. العديان هم أولئك الناس اللي كيتاجروا بالسياسة وكيهربوا البلد، كيهربوا الأموال خارج البلد. هذا تصريح خطير جدا من رجل دولة ومن مسؤول. طيب ماذا بعد التصريح؟ واش ما تجيوش أمام المغاربة وتحدوا لائحة هؤلاء الذين يرتكبون جرائم فظيعة من هذا النوع واللي كيسمح لهم الضمير ديالهم يهربوا 20 مليار درهم سنويا إلى يومنا هذا؟ نطرح عليكم هذه المواضيع باش نقول لكم السيد الرئيس الحكومة يمكن حنا غالطين. عوض القفز على ذاك الحيط القصير والمساس بجيوب المواطنين، كان خصكم تمشيوا الأشياء اللي هي حقيقية، المسائل اللي هي حقيقية المرتبطة بتهريب الأموال إلى الخارج، المرتبطة بإصلاح الإداري، إطلاق ورش التفكير في التنزيل الجهوية، المخطط التشريعي. أنتم صرحتم في هذه القبة وأمام مجلس النواب بأنكم وجهتم أوامركم إلى كافة الوزراء باش يعطيوكم المخططات التشريعية المرتبطة بالقطاعات اللي كيتحملوا فيها مسؤولية. يحق لنا أن نتساءل ما هو المخطط ديالكم؟ واش ساد الوزراء عطاو لكم مخططات تشريعية؟ نحن نريد أن نلفت انتباهكم. شكرا 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 شكرا.